السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على برنامج فالكون. برنامج فالكون بيعمل محاكاة للرياح والمعاوير المحيطة، العوامل الطبيعية المحيطة بالمبنى. في منه بيبقى ملف مستقل بذاته، ملوش دعوة ببرنامج الريفت، يعني شغال معاك حتى لو أنت مش بتسطب الريفت. وفي منه بيبقى موجود في الريفت بتسطب، وأقول له ستارت، بيبقى عبارة عن أدنس أو بلجن في قلب الريفت. تمام. فهو الفكر كله ان هو بيعمل محاكاه. في برامج تبقى مستقله بذاتها غير الفالكون. الفالكون مثل ان هو صغير خالص. تمام. ممكن بعد كده اشوف المحاكاه دي 2D و3D، ممكن اغير الاعدادات اللي انا عايزها، بيديني معلومات كتيره جدا. ممكن اسيف بعد كده الرندر، اسيف النتيجه اللي جات لي هيت. ممكن اشوف الوان اساسية او ان انا اغير طبيعة الالوان، خليها بلو جرين ريد. هو لسه بيعمل محاكاة. ممكن اقول له الوان دايركشن، ممكن اقول له انا عايز اشوفها محاكاة 2D او 3D. الالوان بدأت تظهر. ممكن اقول له انا عايز محاكاة 3D. ممكن اخليها بلان اورينتيشن. هو مشكلة بس الجهاز امكانياته قليلة، فبياخد وقت على ما هو ينفذ الأمر، لأن هو بيعمل معاملة محاكاة. ده كأن أنا عملت قطاع في قلب المبنى أو في قلب الفيو 3D، بحيث إن هو يجيب لي شكل الريح هيبقى عامل ازاي. دلوقتي احنا عملنا رندر للريزلت، فطلع لنا الشكل دوت. ونقدر بعد كده تعدل الويند سبيد، الويند دايركشن، حسب بقى امكانيات الجهاز معاك. ممكن تعدل السرعة وتعدل الويند دايركشن وتشوف التأثير هيبقى عامل ازاي.